اليوم حاب اقدم لكم ابو هادي اللي طور المولد من البنزين الى غاز. احكي لنا ابو هادي شلون سويت. كنت اخلي 20 لتر بالمولد بالتانك مالته للصبح ما توقف يعني صرفوا فلوس بدون فائده. اوكي. فكرت قلت بدل ما هذه اكو سيارات يقولون على الغاز ببدايه، قلت كنا اطور هاي الشغله واسويها على الغاز، فجبت منظمه بالالف. اوكي. وفتحت القبق مال الكابريتر الجوه مالتها، ذبيت القبق جيد، جيب الصونده وقفيص وشكلته وعلى منظم، يعني المنظم مال الغاز ابو الالف هو اللي صار كابريتر، وهسه تشتغل يعني طبيعي، تشتغل صار سنتين عادي، ما مشتري لا بنزين ولا ما بها اي تاثير، او اي تاثير ما بها واي عطل ما بها، امينه تشوفها وامينه، هسه انا مخليها وتشوفها اذا تريد. يلا خلينا نقوم نشوف. اخر تطورات العلم بالعراق، شغل المولد على القنينة. هذا ابو هادي اللي طور القنينة مال الغاز على المولد.